انا مش فاهم ترجعي له ازاي يعني؟ انت مخك جراله حاجه؟ قلبي مش مخي بابا. انا ما حبيتش حد في حياتي غير يوسف، وغالبا مش هقدر احب حد تاني غيره. هو حب حياتي. حياتك ايه؟ حياتك دي انا ليا فيها. انت في وشي، انت بنتي. يا حبيبي عشان انا بنتك، بنتك حبيبتك، انا عايزك تحس بيا وتفهمني، عايزك تسمعني للاخر. افهمك يعني ايه؟ انا رافض اسمعك او اتناقش معاك في الجنان ده؟ ايه حاله الهبل اللي انت فيها دي؟ في ايه يا يارا مالك؟ اوام كده نسيتي؟ نسيتي اللي عمله الحيوان ده فيكي؟ شك فيك وضربك واهانك وخانك وحبسك وافتعل جريمة انت ما ارتكبتهاش بالباطل عشان يسجنك. ده شخص غير مؤتمن عليك. افهمي. فاهمة بابا، فاهمة كل حاجة بتقولها والله العظيم انا عارفة، بس افكر معايا شوية. اكبر انتصار ليا قدام الناس دي كلها ان انا ويوسف نرجع لبعض. الناس كلها هتعرف ان كل اللي حصل فيا ده ظلم وافتراء. بابا بابا انت متعرفش الناس لحد دلوقتي بتقول عليا ايه؟ انتصار ايه؟ ايه الجنان اللي انت فيه ده؟ انت عشان خاطر كلام الناس ترمي بنفسك في التهلكه كده؟ تضيعي نفسك مع شخص ما احناش عارفين المره الجايه ممكن يعمل فيك ايه؟ لا هيعمل ايه؟ هيعمل ايه اكتر من اللي هو عمله؟ خلاص يا بابا هو مش هيعمل حاجه. وبعدين على فكره هو راجع وندمان، ندمان على كل حاجه عملها فيا. وبعدين هو خلاص اكتشف ان اميره دي كانت بتشتغله، وكمان هو اتاكد دلوقتي مفيش اي حاجه بيني وبين خالد خالص. بجد؟ يا سلام، ده راجل اهبل وبرياله. لما واحده ست تسوقه وتقول له الكلام ده ويصدقه ويشك في مراته اللي هي حبيبته اللي هو مفروض عارفها اكتر حد في الدنيا ويعمل معاها كده. بص يا يارا اسمعي، انا مش موافق على الكلام ده. عايزه تكسري كلامي، حط في اعتبارك انك ممكن تخسريني. هقاطعك يا يارا، هقاطعك لو عملتي حاجه غصب عني. يارا حذاري اللي عندي يركبك وتكسري كلام ابوكي، لانك هتخسريني، هتخسريني بجد.